والله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله، كلمتان عظيمتان يتضمنان منهج الحج الصحيح المقبول عند الله. كلمة الأولى أتموا الحج، كلمة الثانية لله. فالأولى تعني أن يكون الحج تاما بمناسكه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة الثانية لله تعني الإخلاص لله عز وجل في الحج كغيره من سائر العبادات. وإتمام الحج يكون بأداء مناسكه كما أمر الله وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من العادات والتقاليد واجتهادات الشخصية. فيكون الحج تاما إذا أديت مناسكه ولم تنقص منها شيئا، فإن نقصت منها شيئا لم يصح حتى تأتي بهذا الناقص، وهو يختلف باختلاف نوعية الناقص. وإذا فعلت هذه المناسك من غير اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدخلت فيها البدع والمحدثات والعادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.